وضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجتيهما إكليلا من الأزهار على قبر الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، والذي تحل الذكرى 50 على اغتياله في 22 من الشهر الجاري. أوباما أكد على أهمية الإرث الذي تركه كينيدي للأمة الأمريكية. سيعيش في ذاكرتنا، ليس لأنه رحل في القريب، لكن لأنه جسد شخصية الشعب الذي قاده. فهو مرن حازم لا يعرف الخوف وعاشق للدعابة ويتحدى المستحيل، والأهم من ذلك أنه كان عازما على خلق عالم جديد، وليس القبول بما كان قائما بل بما يجب أن يكون. إن مثاليته تذكرنا أن القدرة على تغيير هذا البلد تكمن فينا. واغتيل كينيدي عام 1963 برصاصة في الرأس عندما كان يستقل سيارة مكشوفة في مدينة دالاس إلى جانب زوجته جاكي في حادث صدم الأمريكيين وترددت أصداؤه في العالم أجمع. Has been advised to stand by for a severe gunshot wound.